مرحبا بكم. اليوم شنو مع بعضنا؟ كوكيز بالشوكولا، مش بالشوكولا، بالكاكاو يعني كل، وفيها هكا شوية حاجات حسيلو. هوني مش باش نستعمل شوفان، كثرت عليكم شوفان شوفان شوفان، خلي نقص عليكم شوية حسيلو. طيب باش نعمل الكوكيز متاعنا ونشوفوا مع بعضنا المقادير. هوني المقادير: كيس زيت عليه كيس سكر، انا نقصت في الزيت ونقصت في السكر شويه. كيس زيت عليه كيس سكر، نقولوا احنا كميه الزيت وكميه السكر. تقريبا الكيس يهز 130 ملل، بون انا ناحيه 30 قاعده 100، 100 ملل زيت وقدو سكر. عليهم بيضه، عليهم رشه ملح، عليهم عن روح الفاني، عليهم باكو خميره تاع حلويات، عليهم 170 غرام فارينة، وهوني عندي بوفري ولوز مهروشين هكا شوية، وعندي مغرفة كبيرة كاكاو. ولهنا انا استعملت السكر البني، السكر البني ما يحليش مليح، باش نزيد شوية بالسيرو هذايا نتاع لليوفيغا. حاسيلو نخلطوهم مع بعضنا ونشوفو. راهو الكوكيز انتي ونوع الفارينة من بعض، نجمو نستحقو الفارينة هذه الكل، كيما نجمو نزيدو، كيما نجمو ما نستحقوهاش الكل، نحطو بشوية بشوية ونشوفو. حاسيلو تبعو معايا. اما قبل ما نبداو في الخلطة، ما تنساوش تضغطو على زر الاشتراك اذا مازلتكش مشتركة في القناة، وما تنساش اللايك بتاعك اذا عجبك بيان سور الفيديو، وبرتاج تبرتاجي الفيديو لأصحابك وحبيبك كان عجبتك الوصفة. ونبدأ مع بعضنا في تخليط الوصفة. أحسن حاجة في الكوكيز تعجبني بوها على خوها، أما في بلاصة زيت تنجم تحطوا زبدة، أنا نحب نحط زيت. أول حاجة نبدأها في الكوكيز هو السكر ولا الزبدة ولا السكر والزيت، هذيك أول حاجة نبدأ بها. نحطوا السكر والزيت متاعنا، نخلطوهم مليح مع بعضهم. كان جاو زبدة يوليو كريميين مع بعضهم. انا هوني باش نزيد السكر متاعي هذايا باش يحليلي شوية، خطر فيها الكاكاو باش يجيني مر كومي، والسكر هذاك راهو ما يحليش مليح. عندنا روح الفاني متاعنا لهنا، اختياري روح الفاني، تنجمو تحطو قهوة في بلاصتو. عندنا هوني الملح، رشة الملح خليوها هكايا على الشيرة، خليو الكاكاو حتى نحطو البيضة متاعنا، نكملو السوائل الكل هالساعة. نحطو البيضة، طبعا نحطو الكاكاو، بسم الله. 100% كاكاو راهو عندي هذا لهنا، ماذا بيكم ما تاخذوش، كي باش تاخذوا حاجه فيها سكر ولا حاجه تنقصوا كيما الشوكولاته ولا الشوكولين تحبوا تزينوا بها. انا هوني 100% كاكاو، زروا كيفاش غمق اللون وكيفاش ولا اكحل بالعمل، يعجبني الكاكاو هذايا 100%. باه نبداو توا في المقادير هذوما، نبداو مقادير الجافة، نحط معاهم شوية خميرة الحلويات وشوية الفارينة، ونكمل عليها خميرة الحلويات باش تتوزع لي، تتوزع على راحتها. هوني طبعا نخلطو بالسياسة، وبعد نجبد الفوي متاعي ونخدم نحي الفوي معناها، ونخدم بالسباتول وإلا بحاجة أخرى خاطر باش تتكبس معانا. عندنا السباتول متاعنا، طبعا نحط الفارينة كيما قلت لكم، راني نحط بالسياسة ونحرك، تنجم تستحق كيما تنجم لي. بسم الله، باش نزيدها توا الكل. نجمو راهو تنحيو تستغناو على الزيت ولا الزبدة وتحطو في بلاصتو الحليب، أما مش باش يجي مزايد جملة، معناه باش يجي كي الكيك. عملتو آخر مرة بالشوفان وجوز الهند. هوني باش نزيد فارينة خاطر نحسها مزلت سايلة، ف
فرينا انا حطيت 170 غرام وطبعا باش نزيد ملعقتين هكا. هسيلو بكعبة بيضي عملنا كمية باهرة. نكمل اخر مغرفة كها ويزي هكا. كان باش تحطوا الزبدة راه تنقصوا في كمية الفارينة، الزبدة تعقد في ساعة. هكا صافا تكبست معايا. طبعا نجي نحط الحاجات الزايده نتاعي اللي نحب نزين بها. عندي شوكولا ولا هوني قصيتها زيت طروف هكاك، اللي عنده بيبيت اللي عنده اللي يحب عليه يعملوا حسيو. هوني باش نستعمل يدي نغسل يدي ونرجع لكم. طاو نخلطوهم في بعضهم هكا. نوزعوا الشوكولاته ولا بيبيت الواحد الحلوى نتاعنا تقريبا بالتساوي هكا. توا نبدا نكعبرهم ونحطهم كعابه. وردوا بالنا هوني هاو حطيت بابي كويسون، الفرن نتاعي يشعل على 180 درجه وهوني راهو باش يتحلوا معايا، دونك تردوا بالكم. خلي نحطوهم كعابر ها هو هكا. نبعدوهم على بعضهم باش يكبروا لنا خاطر. وهذا الكوكيز نتاعنا تقريبا قريب يطيب وباش نهبطو. كي نمسوه لهنا يبدا هكا هكا طري شويه، خلي يزيد يتكبس شويه ونهبطو. وهذا الكوكيز نتاعنا حضر كيما تراو مازال سخونه. هوني الكوكيز نتاعي خليته بيت ليله والصباح توا حطيته تكبس بالكدا. خليوها في الفرن باش نقول لكم 180 درجه على 180 درجه في الفرن بين 15 و20 دقيقه. ردوا بالكم تحطوا اكثر راه يتحرق لكم. كان 160 معناها كان الفرن نتاعكم قوي حطوا 160 مش 180. وكيما تراو جا محلاه وفاوح يهبل. هوني جوست زينته شويه بسكر غلاس وان شاء الله تجربوه وان شاء الله يعجبكم. وفي حلقه اخرى وصفه اخرى ان شاء الله. وبسلامه.